السلام عليكم أساطير ومرحبا بكم في مقطع جديد. في مقطعنا لهذا اليوم سوف أقوم بمشاركتكم جميع تجربات غدا يوم الخميس بإذن الله. قبل ذلك إخوان لا تنسوا تشجيعنا بلايك والاشتراك في القناة. أول شيء متوقع نزوله غدا بإذن الله هو يعني بطاقة ترقية اللاعبين، بطاقة إعادة ترقية اللاعبين. كما ترون سعرها مرتفع جدا، كما ترون 25,000 عملة اي فوتبول يعني للبطاقة الواحدة، وهذا الشيء غير معقول. لذلك إخوان غدا إن شاء الله بإذن الله سوف تكون هذه البطاقة مجانية، أو على الأقل سوف ينخفض سعرها إلى 5,000 عملة اي فوتبول إن شاء الله بإذن الله. كذلك من المتوقع وكما وعدتنا اي فوتبول 2022 سوف يتم إضافة لاعبين جدد هنا إخوان، وسوف نقوم بشرائهم ب 5,000 عملة اي فوتبول، وإن شاء الله يعني نأمل أن تضيف لنا لاعبين ايكونيك مومن بإذن الله. والآن يا إخوان سوف أترك لكم جميع الباكجات وجميع الأحداث المتوقع نزولها غدا بإذن الله. وإضافة إلى هذه الباكجات من المتوقع نزول باكج ريال مدريد، وعلى قائمة لاعبيه نجد تشافي ألونسو وراول إن شاء الله بإذن الله. Break down. I always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what is right. I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold. Yeah. Cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone.